دونك نبداو. غادي نديرو التصحيح ديال التمرين التطبيقي اللي عطيتكم اولا حول خاصية تساوي دالتين عدديتين. وقلنا جوج ديال الشروط اللي خاصك باغي توفر في اي دالة والدالة اف و جي، دالتين اف و جي عفوا، لكي نقول ان هاتين الدالتين متساويتين. الشرط الاول انه تكون عنده نفس مجموعة التعريف. الشرط الثاني نفس مجموعة التعريف لكل x من نفس مجموعة التعريف، واش عنده نفس الصورة بكلتا الدالتين ديك الساعة فين كنقارن التعبير ديال f دو x مع g دو x. فالمثال الأولاني خلينا لينا f دو x تساوي x ناقص واحد، لينا g دو x تساوي x أو كاري ناقص واحد، x أو كاري ناقص واحد على x زائد واحد. x زائد واحد بالنسبة للدالة الأولانية f هي دالة حدودية معرفة على r، إذا مجموعة تعريف ديال الدالة f هي r. أما بالنسبة للدالة الثانية t دو g هي دالة جذرية، والشرط اللي غادي نوضع هنايا هو على المقام x زائد واحد خاصو يخالف الصفر، وباش يخالف ليا الصفر خاص x يخالف ناقص واحد، إذا مجموعة أعداد حقيقية بحيث x زائد واحد يخالف الصفر، أي زائد واحد يخالف الصفر، أي x تخالف ناقص واحد، أي r ما عدا ناقص واحد، اللي هو المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، اتحاد مجال ناقص زائد ما لا نهاية، وهذا المجال بطبيعة الحال راه ماشي هو المجال r. إذا عندي مجموعتي التعريف مختلفتين، وي مختلفتين، وبالتالي نقدر نقول بان الدالتين بلا ما نشوف الشرط الاخر اللي ما كاينش اصلا. دونك نقدر نقول ان الدالتين اف و جي دالتين مختلف. بالنسبه للمثال الثاني، اول حاجه مقارنه مجموعتي تعريف الدالتين يتم تحديدهما، جوجهم عندي دوال جذريه، هنا الشرط خاصو يتحط على اكس يخالف الصفر واكس زائد جوج يخالف الصفر، اي ان اكس تخالف ناقص جوج، وبالتالي مجموعة التعريف ديال الدالة f غادي تكون هي r ما عدا الصفر هو ناقص اثنان. أو نكتب أيضا r ما عدا الصفر هي r نجمة نحيد منها واحد هي ناقص جوج. الدالة g يمشي عندو مجموعة التعريف، الدالة g هي مجموعة أعداد حقيقية بحيث هذا الشيء كامل في المقام يكون يخالف الصفر. جوج عددين باش يخالف الصفر خاص العددين بجوجهم كلتا العددين يخالفان الصفر، وهنا غادي يعطيني اكس ينتمي ل r بحيث اكس يخالف الصفر وايضا اكس زائد جوج يخالف الصفر، وهو اللي غادي يعطيني نفس مجموعة التعريف ديال الدالة f r مجموع ما عدا ناقص جوج. دونك كنستثني جوج ديال الاعداد. اذا الشرط الأول، إذا دي دو إف كتساوي دي دو جي اللي هي نفس مجموعة التعريف نسميها دي، دونك نوضع دي كتساوي إر مجمع ما عدا ناقص جوج، واخا؟ دابا عاد نقدر ندوز للشرط الثاني. الشرط الأولاني ديجا متحقق دابا، واخا؟ ندوزو للشرط الثاني، لكل إكس نفس مجموعة التعريف دي، واش اكس عنده نفس الصورة بكلتا الدالتين اف و جي، يعني كنقارن هاد التعبيرين جي دو اكس و اف دو اكس. دونك سوا كندير الفرق ديال هاد التعبيرين معا ونشوف واش يعطينا الصفر، اذا الدالتين متساويتين، الى عطاني شي حاجة اخرى من غير الصفر فان الدالتين غير متساويتين، او كنمشي نطلق من احدى التعبيرين كنحاول نلقى التعبير الثاني. بحال مثلا هنايا نقدر نطلق من اف دو اكس، لدينا f دو x تساوي واحد على x ناقص واحد على x زائد جوج، واخا؟ دونك بكل بساطة غادي نوحد المقام، المقام الموحد هو x عامل x زائد جوج، هنايا غتولي x زائد جوج، وهنايا ناقص x، دونك بالتالي اش كتبقى؟ كتبقى جوج على x عامل x زائد جوج، وهادي شنو هي؟ هادي راه هي g دو x، دونك كتبقى لكل x من مجموعة التعريف f دو x كتساوي g دو x. إذا الشرط الأولاني بلس الشرط الثاني نقدر نقول بأن الدالتين متساويتين، دونك من واحد و اثنان ياك،
لدينا اف تساوي جي، دالتين متساويتين، دالتين متساويتين.